منك وإصابة في السيارة. خلفي صوت في السيارة. ما فيني أتحمل الزيت. راحوا. مين اللي راحوا؟ السيارة اللي قدامي. طيب مصطفى اهدى. هي خالي. في حركة بالشارع؟ لا لا ما في، بس شوية سيارات عم تمر. ايه هلا السيارة اللي وراي مشيت، مروا من جنبي، خفت يشوفوني. اطلع مصطفى اطلع. طيب خليك عم تراقب البيت، إذا طلع خبرني فورا. بتعرف شو بدك تعمل؟ بعرف خالي بعرف بعرف. روح على باب بناية شوف لي على الانترفون في اسم لرامي، ما هيك؟ ايه رامي الجفال. كتير منيح، الاسم اللي فوقه شو هو؟ عبد النور. عظيم، بتطلع هلا بدق على رامي واسأل عن بيت عبد النور، بس بدك تتأكد لي انه رامي موجود جوا وخليك معي على الخط. معك انا خالي معك. شو ما وصلت؟ خالي لسه ما وصلت. خالي اسمه مكتوب، ما راح يمشي الحال. طيب اسمع، اساله اذا عنده زباله او خبز يابس او اي شيء. يلا دق، يعني دق الجرس. خالي الباب مفتوح. اسمع دق على الجرس عادي. انطر شوي مصطفى. حلم عندك زبالة؟ لا ما عندنا زبالة. زبالة شو الصباح؟ يعني قلت يعني إذا في زبالة. لا لا ما عندنا. الله يخليك. الله يرزقك. الله يسلمك يا رب. افتح الباب شوي على مهلك. خالي طول، بس طول بالك علي شوي. لك عم قلك افتح الباب، افتح الباب يا بني آدم. يلا خالي يلا. لك شبك خالي هاد بلقاح الأرض كأنه ميت. خالي شو عمول؟ فوت لجوا وسكر الباب وراك وانتبه في أي حدا جوا. مصطفى ركز منيح، ركز وما تخاف. ما تخاف خالي. بارد شيء؟ كثير بارد خالي. حط اصابعك اثنين على جنب رقبته. لا لك لا 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 فوق لا لا تحت شوي. ولك لا تحت شوي ولا الدرج. ايه ميت خالي ميت شو عم موت. خلاص اهدى اهدى وركز وحاول ترجيني كل المكان. باب شناديك كان عم يسافر. اسمع بتجيب لي اللابتوب بتفتش جوا الموبايل تبعه، واذا في اي اوراق بتجيب لي اياها معك.
هل ما في لا موبايل ولا بطيخ؟ ما في غير هاد المفاتيح هدول. واضح من اللي قاله وخلي معه شيء. اسمع مصطفى، هلا بس تذكر معي، بتصوره من كذا جهة وبتمسح بصماتك عن أي شيء لمستوي إيديك، ماشي؟ وبتحمل حالك بتسكر الباب بتطلع، ما بتخلي حدا يشوفك أبدا. خلي يلا. مصطفى، مصطفى، مسيك خالي، اشرب مي، لا تخاف. خذ نفس. ليك مصطفى، سهل كتير يعرفوا انه كنا عم نلاحق رامي، مشان هيك سبقونا ووصلوا له حتى ما يحكي ونعرف منه اسماء المتورطين. تصرفاتنا ما لازم تتغير ابدا والا رح ننكشف. مشان هيك ركز مصطفى، ركز معي. شفت شي بالبيت؟ طيب لما لمسته كان بارد كتير؟ يعني كان ملمسه عادي متصلب قاسي مغشي؟ خشب. على الأغلب مقتول بالليل، وقت اللي كنت أنت ناطره بالسيارة تحت البيت إنه فات لعنده، مشان هيك لعند شفتن ولا إحنا شافوك. بلكي كانوا شايفيني. ما كنا عم نحكي سوا أنا وياك هلأ. ليك مصطفى، بأي لحظة الأمن رح يوصل ورح يربط بين رامي وبين أبو جبري، على القليل بأرقام التليفونات اللي بيناتهم، مشان هيك لازم نحن نوصل له قبلهم. خال نحن وين طحشين؟ مع مين حلقانين؟ خال أنا كتير خايف. وأنا خايف خال، وأنا خايف، أنا خايف، بس أنا بحاجتك وفي شيء ضروري لازم تساوي لي، وإلا كل شيء خططنا له وفكرنا فيه رح يروح بالهوا. إيش الحال؟ حدا شايفك؟ حدا انتبه لك؟ ما بعرف، ما بظن، اكيد. لا لا لا، اسمع اسمع، ركز وهدي، روق وهدي، ما بتفتح تمك ولا بكلمه قدام حدا، لا قدام ريتا ولا قدام نور. واذا حدا سالك، واكيد نور رح تسالك، الا ما انتبهت عليه، ما بعرف يمكن تطلع من غير ما اشوف. يا خالي لازم اخبرهم، بلكي حدا الحول. مصطفى، مصطفى، شغلتك تنفذ وبس، عم تفهم؟ اذا عرفوا يا بني ادم بجوز يخافوا ويعملوا اي شيء يكشفهم، عم تفهم؟ فهمت خال. فوت نام لك كم ساعة مشان توصل نور على حدود المساء مثل ما اتفقنا. أمر خال. أبو جبري أخذ الجسة، رامي أجرى عليها عمليات جراحية، أبو جبري أعاد بالسيارة. مين كان يحط السيارة بمكانها المطلوب؟ عاصم غير التقرير بالإدارة. مين طبعه وختمه بالبيت؟ المدام اللي كان رامي يتلقى الأوامر منها، مين هي؟ بدي استفسر منك على كم شغلة مشان محاضرات بكرة، فيني شوفك؟